السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم طريقة تحضير الرز أو الرز مخمر. كيفاش نحصلوا عليه؟ كناخذ واحد الكمية ديال الأرز، المهم الكمية ما عندناش عليها المشكل، اللي بغيتو كاس جوج كيسان على حسب الكمية اللي بغيتو تستعملوا. إلا كنتو كتستعملوا غادي تستعملوه بزاف، يعني ديروا كمية جوج كيسان هكاك، ديروا القياس اللي غادي تعرفوه نتوما غادي يقدكم. الرز اللي كيكون مكسر، ماشي داك الكامل اللي كتكون عنده حبه صينه، لا كتاخذوا داك المكسر اللي كيكون عنده النشا، اللي غادي يخرج لينا النشا دغيا. كناخذو كنغسلوه بكيفيه جيده باش نحيدو دوك الاتربه وداك النشا اللي كيكون على برا، ومن بعد كنديرو في قاروره ديال الزجاج. هذيك القاروره ديال الزجاج ضروري نديرو فيها باش ما تكسد ليناش مع البلاستيك، لان الرز ملي كنخليه واحد الفتره ديال مثلا من 24 ساعه حتى ل 48 ساعه، فتيتخمر وتولي عندنا بحال الكحول، تيولي عندنا بحال الخل. هذاك التخمر ديالو فهو مهم بزاف للبشره ديالنا، كيفيدها. كناخذو تقريبا كما قلت لكم كاس ديال الرز، كناخذو معاه جوج كيسان ديال الماء، الماء يكون مقطر او لا يكون مغلى، يعني غليوه كيفيه جيده داك الماء باش يتعقم ملي تغليه، وخليه حتى يهدى وتصفى من داك الكالكير وداك الشيء كلشي، داك الشوائب يهبطوا للاسفل عاد باش ياخذوا داك الماء الفوقاني اللي كيكون مصفي نقي. انا كندير الماء مقطر هو باش كنعمل هاد المسائل ديالي اللي تنبغي نحتفظ بها فتره، تنبغي ندير لها ماء مقطر. غادي نسد عليها بكيفيه جيده، وغادي نديرها في شي مكان مظلم، مثلا فران، نديرو في شي بلاصه اللي ما كيكونش ليها الضوء ديال النار اولا اشعه الشمس اولا، المهم يكون في مكان مظلم. نخليو الا خليتوه من الصباح حتى العشيه فتيكون عندنا ماء ديال الرز. تقدروا ديروا لوسيون بقا تمسحوا به وجهكم بعد ما تغسلوا وجهكم بشي حاجه تمسحوا به. بغيتو تخليوه مخمر غادي تخليوه من 24 ساعه حتى 48 ساعه حتى تيتخمر، حتى تيبان لكم فقاعات في وسط القرعه ديال الزاج. كتسمعوا تسمعوا حتى الصفير ديال داك الغاز اللي كيكون تيتكون داخل في القاروره. من بعد كتاخذوا داك القرعه بعد ما تدوز الفتره هذه كلها، كنصفيوه، كنحيدو داك الماء اللي تيبقى من الفوق، كنديرو في قرعه ديال الزاج اخرى. انا عندي هاد القرعي ديال سميتهم ديال السيرو، وما فاش كندير شتو كيفاش كيكون، تتشمو الريحه ديالو، ريحه التخمر. مزيان بصراحه، انا كنستعملو هاد الفتره مزيان، كنديرو البشره ديالي، كنديرو شعري، بزاف ديال الاشياء كندير بيه هاد الروز هذا. كيما شفتوا غادي نديرو في هاد القرعي ديال السيرو، يعني ملي كتشرو السيرو وكتشربوه كيبقى كتغسلوه مزيان هداك القرعه، كتعقموها مزيان وكتحتفظوا بهم دوك القرعي باش انكم تقدروا فيهم بحال هاد المسائل هكا، لان قرعه اللون ديالها داكين ما كتخليش الضو يدخل داخل اي حاجه، حتى الزيوت اللي بغيتو ديروا فيها كتبقى دائما نقيه. هاد الماء هذا غادي نحتفظ به في الثلاجه، ودائما غادي نبقى نديرو لشعري. قلت ما غسلت شعري في اخر مرحله، كنديرو في شعري ديك 10 دقائق ومن بعد تنشلل، ونقدر نرش به الجسم ديالي قبل، يعني ملي ندير شعري ندير حتى الجسد ديالي. ولكن الجسد ديالكم انا بصراحه كيفاش كندير ليه، كناخذو بعد ما كنطحن الرز، من بعد ان شاء الله نوريكم كيفاش نشرح لكم. دابا هادي غادي نديرها في الثلاجه، وكنهزمنها شويه كنديرو في البخاخ. بخاخ ملي كنغسل وجهي الصباح اولا في العشيه ملي كنجي من العمل، كنرش على وجهي وكنخليه في البشره ديالي عادي. هذاك الرز اللي بقى كناخذو كنطحنو في خلاط كهربائي حتى تنحصل على حليب، حليب بحال هكا. هذاك الحليب ملي كنخليه في القرعه كيبقى عن يوم عن يوم كيتصفى، وكيبقى يهبط ليا داك النشا كيهبط للاسفل، تتولي بحال عقده، يعني قاسح تيولي. هذاك تنهزو ملي كنكمل الدوش ديالي، كندهن به البشره ديالي الجسم ديالي كله، وكنخليه حتى 15 دقيقه حتى تينشف، حتى تولي جاف على البشره ديالي، ومن بعد تنشلل وتنقي البشره، كيبيض البشره تماما يعني مع الممارسه، ماشي واحد النهار يعني على طول. كديروه حتى لشعركم مزيان. المهم هو مفيد، لا الماء ديالو ولا الروز كماسك مزيان. نقدمه لكم.